خلاص عمري وكله قلبي اي عقلي جزر ادل الجدلال والله اليوم الهواء حاني بالشعر وكل شيء خلاص عمري وكله قلبي حسب مصادر وناس معروفين أكدوا إلي أنه حفلة خطوبة هدى عادل ويوسف مازن هي باكر يوم الثلاثاء وليس اليوم. أما هاي مقاطع الفيديو هاي بس مجرد جلسة تصوير مال لبس الحلقة، أما حفلة الأصدقاء والعائلية راح تكون باكر، فخليكم منتظرين ومتابعين القناة، راح نزلكم مقاطع تفلش خرافية، ومبروك لهم مقدماً.